صباح الخير يا زهر. طبعا مفتاح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر، هقدمها لكم كريمة. دي اليوم 26 ابريل 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. الولايات الايجابية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي وسط تكهنات بان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي جيروم باول ستتجنب محادثات بشان تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الاسبوع، وده طبعا اثر وادى لانخفاض الدولار الامريكي لقاع 8 اسابيع مقابل كل الادوات المالية. دي كانت أهم الأخبار. كان عندنا أيضا مجموعة من البيانات الهامة، أهمهم على الإطلاق مبيعات التجزئة الشهري لشهر مارس اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 5.4%، وكان متوقع عليه 1.5%، وطبعا البيان ده كان بريطاني. بالإضافة لمبيعات المنازل الجديدة لشهر شهر مارس الأمريكي اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 1,021,000، وكان متوقع عليه 886,000. النهاردة كمان هنكون في انتظار بيان هام هو طلبات السلع المعمارة الأساسية الشهر شهر مارس الأمريكي، متوقع ليه 1.6%، والشهر الماضي كان سالب 9%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا بعد الأداء الإيجابي للجنيه البريطاني وارتفاعاته من 37.20 وصوله لل 40.10 قام ببعض الحركات التصحيحية. لما جينا رسمنا فيبوناتشي على الموجة دي لقينا ان التصحيح وصل ل 61.8 فيبوناتشي، وده اقصى مدى بالنسبة لطبعا الموجة التصحيحية ان هي تروح له، ولذلك ارتد على طول بشكل سريع. اداء ايجابي على مستوى كل المؤشرات، على الاي ام اي تقاطع مرة اخرى للمتوسطات السعرية الاعلى، اداء ايجابي على السار بوجود خطوطه اسفل السعر، ايضا اداء ايجابي على الفلات ترند. طبعا ده غير رجوع مرة اخرى على 38.2 فيبوناتشي ورجوع على 39.10 نقطة المحورية الهامة، ولذلك نتوقع مزيد من الإيجابية، ولكن بشرط كسر 39.60 علشان يروح لـ40.10 وراها لـ40.55. مرة تانية كسر 39.60 وراها لـ40.10 وراها لـ40.55. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر 38.50 وراها 37.90 وآخر نقطة عند 37.25. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى لكم أكيد يوم تدور الأيام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.